هناك من يطلب أيضا شفافية في مسألة المبتعثين وأن يكون على موقع للوزارة أسماء كل المبتعثين لكي يطلع الجميع. أنا والله يا عبد الله أنا استغرب، يعني الناس يقولوا المفروض على موقع الوزارة أسماء المبتعثين. طيب إحنا نعلنها منذ 2018 نعلن كل شيء على موقع الوزارة، المشكلة ما حد يدخل موقع الوزارة، يعني هذه يعني كيف نفعل؟ يعني الأسماء كانت معلنة من قبل الجديدة. أنا أكلمك في هذه الحالة أقول لك اذهب إلى موقع الوزارة ستجد طلاب العام الماضي قبل سنة معلن، والذي قبله قبل سنة معلن. 2018 بدأنا و2019 أعلننا جميع الطلاب، يعني إحنا نعلن كل الدول الفائزة كاملة من التوجه الثقافي كاملة معلنة، مش الكشوفات. أنا أكلمك أنا في شفافية فيما يتعلق الاختيار، ما يتعلق الإعلان، ما يتعلق كل معلن معلن. امتحان الفاضلة أقلنا قبل أسبوعين وأعلنا قبل يومين، وسيتم اختيار الطلاب الفائزين بمنح هذا الكشف المعلن، وفتحنا باب التضمر لمدة أسبوع. يعني كل شيء في موقع الوزارة، باقي على الأخوة الإعلاميين أن يدخلوا موقع الوزارة ويأتوا أيضا يسألوننا، يأتوا المكتب يأتوا، لكن مش يأتوا لأن بعض الإعلاميين مع تقديري الشديد والله يأتي أيضا للابتزاز.